كورونا في شوارع مفتوحة وكل شيء مباح ومتاح، لكن احنا لابد ان احنا نتعايش مع الامر الواقع ونكون عندنا حذر كبير، لان المسألة زي ما قلت لكم مش يعني ما بقاش عايز ابقى دم تقيل بقعد كل على اقول لكم انتم مدركين المسألة، وربنا يكون مع الجميع. كل الناس عندها مخاوف من موجة تانية في الخريف، والخريف على فكرة ما بقاش بعيد. يعني احنا النهاردة في شهر 6 بيخلص اهو 7 و8 ونخش في الخريف سبتمبر واكتوبر والحاجات دي كلها. والخريف بره بيبدأ بدري شوية عشان الجو عندهم مختلف. فربنا يستر. امبارح كلمت حضرتكم عن العقاد والحقيقة جت ردود كتير، طبعا اشكر اللي اخذنا منها اجزاء، يمكن هبة هتحط على الشاشة دلوقتي الاسماء والناس الاراء. ناس كتير كتبت حاجات حلوة جدا، وناس كتبت حاجات سريعة، وفي حد كتب يعني مطولا عن العقاد. وانا لما كنت بقول لحضراتكم امبارح عن العقاد كنت بقول وحطيت يسرى كمان، كنت عايز اقول لك قصة النجاح. كل واحد بيبص على الحياة وبيبدأها وهو في منتصفها كمان، ويمكن ما حققش اللي هو نفسه فيه، بيبقى عايز يحقق. احنا نقعد نتكلم عن الاصرار والعزيمة والحاجات دي، لكن الحاجات دي منشتات كده، يعني كلمات رنانة وحلوة ما بتبقاش حقيقية وممكنة الا لما نشوفها. فعشان كده انا قلت يسرى والعقاد فيش علاقة بينهم غير النجاح، ان العقاد معاه ابتدائية قدر يبقى من اعظم مفكرين القرن اللي فات، ولسه اثره ولسه هيبقى، لانه كتب حاجات مهمه جدا. خلي بالكوا الكتابات العميقه اللي زي كتابات العقاد او طه حسين او مزني او محمد عبده او كل دول كتابات ممكن تقعد تحللها عشرات السنين وتطلع منها حاجات جديده. يعني الناس بتقعد تجيب شغل شكسبير وغيره وغيره وتعيد تاني وتدور على الحاجات دي، فيها معاني مختلفة وفيها أفكار تفيد المجتمع في العصر اللي احنا فيه ده. فدي عبقرية الحكاية، مش ان هو لما هو كتب العبقريات مثلا عقاد غاص في الشخصيات بشكل انت قريت عن الشخصيات دي، بس هو غاص بطريقة مختلفة. ولذلك كنت اتمنى ان العبقريات دي تكون متاحة للناس، وان الناس تقراها بشكل معرفش، مش بقول بشكل دراسي، لكن بشكل متسع، فيه متسع للناس كلها تقراها، وهي مش صعب على فكره خالص. يقول لك العقاد صعب وطه حسين صعب ومش عارف ايه، ده ناس بتعقدك، لكن ده مش حقيقي. صحيح ممكن تلاقي عندهم جمل تقيله، لكن في غالب لما تمسك اي عبقريه للعقاد او اي حاجه للعقاد هتتبسط جدا. في سيده كتبت قالت، ويبدو انها متضايقه يعني من العقاد انه ما كانش بيحب الستات ولا حاجه، لا ده عمل روايه اسمها ساره وعنده قصه حب اكتر من قصه حب. وانا كنت قلت لكم زمان انه كان يطارد مديحه يسري، كان معجب جدا بمديحه يسري، كان يدور عليها موجوده عند فين عشان يروح يشوفها بس، وكانت تهرب منه. فدي من قصص العقاد، له قصص حب اكتر من قصه حب، لكن هو ما توفقش، هو حب يعيش لوحده، دي مسائل تانية، انما هو ما كانش بيقرأ المرأة ولا حاجة.